الصحراء الصينية. أوف أوف أوف. رح أكون معه باتصال. كاتيا راشد، مساء الخير. مساء. انصدم رئيس نادي الرياضة 250 كيلومتر بصحراء الصين. شو صاير عليك؟ هلا انا اوقات بتلاقي في بكون عم بتمرن على الكورنيش، بس انا بكون عم بركض وهو بيكون عم يتمشى. بتلتقى فيك على الكورنيش. يسلم عليك. يسلم. ان شاء الله دائما بنشوفك. كاتيا، شو كيف تحضيراتك عم بتكون للماراثون اللي عم رح تشاركي فيه بالصين؟ هو مش ماراثون، هو الترا ماراثون يعني. كيف التحضيرات عم بتكون وامتين مسافره تحديدا؟ انا اجمالا خلصت كل التحضيرات، اليوم كان عندي اخر تمرين الصباح، بلشت الساعه مثل العاده الساعه 4. نعم. عملت 20 كيلومتر ورجعت رحت تمرنت بالهاي تك، المكان اللي بتمرن فيه دائما. نعم. اللي هو السبونسر الاساسي لإلي، وخلصت كل شيء. بعد بكره الصبح مسافره، تحضيرات كثير منيحه ومثل ما الله بيريد. يعني كيف هونيك يعني رح يكون على كم يوم رح يكون السباق ال 250 كيلومتر، والتنافس رح يكون مع مين بالفئة اللي انت مشاركه فيها؟ اوكي، هو السباق رح يكون 7 ايام. نعم. رح يكون عندي اول 4 ايام كل يوم 40 كيلومتر يعني ماراثون. نعم. اليوم الخامس عندي 80 كيلومتر، بيعطون علي يومين، يعني فينا نعمله بفرد مره 80 كيلومتر وفينا نجزئه. نعم. واخر يوم 10 كيلومتر. في 169 مشترك من كل دول العالم، 44 بنات. انت العربيه الوحيده؟ صح، انا العربيه الوحيده، شباب وبنات، ما حدا مشترك عربي الا انا. وانا هون كمان بحب اقول انه انا رايحه بصفه رسميه، يعني معالي وزير الشباب والرياضه عبد المطلب الحناوي، بوجه له تحيه. نعم اكيد، عمل الرعايه، والاتحاد اللبناني للالعاب القوى اعطينا الموافقه برئاسه رولان سعادي. كمان راح اكيد مثل النادي اللي انا بنتمي له، نادي الاليت، برئاسه. نعم. احمد خليفه. وكمان بحب اشكر مثل ما ذكرت قبل الهاي تك اللي هو قدر امن لي التمويل لاقدر اروح على هذا السباق. والتحضير مضبوط، والتحضير البدني يعني لاقدر اشترك، لانه بتعرف بدي كثير تحمل وبدي تمرين خاص. اكيد. عندي كمان بيروت، جمعية بيروت ماراثون برئاسه السيده مي خليل، امنت لي كمان تيكت والاكويبمنت كله، وورد رانر كونفيتبل. كمان علي قدامي بحب اقول لك، غياث اجى الاسبوع الماضي عمل 526 كيلومتر باستراليا. كاتيا يعني ما عندي وقت كثير، بدي اعتذر منك، بدي اقول لك جود لك، الله يوفقك. رح نكون اكيد كلنا معك. لك مني. وجود لك كمان استاذ هشام جارودي لاليك، وان شاء الله يا رب تقدر تعمل النتيجه اللي انت حطيتيها براسك، لانه بعرف كاتي قديش